طاب توقيتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها بالعناوين. موقع أخباري يتساءل من المستفيد من اغتيال العمل الإنساني في تعز المحاصرة. ومن موقع العربي الجديد اللبناني حنا لحود هزم السرطان وقتل في اليمن. ومن يمن الغد اليمن تحقق المركز الأول للسنة الثانية على التوالي بيوم الشعوب في القاهرة. ومن موقع البيان ممثلة أمريكية شهيرة ترفض تسلم جائزة بمليون دولار من إسرائيل. أهلا بكم بقى. تبدو حادثة اغتيال موظف الصليب الأحمر في مدينة تعز وسط البلاد يوم الأحد حلقة جديدة ضمن مسلسل لم تنتهي فصوله تجاه المدينة التي تعاني من الحصار منذ 3 أعوام ونيف. وتساءل الموقع من المستفيد من اغتيال العمل الإنساني في تعز اليمنية وهل هناك خطة؟ وقال الموقع يذهب مراقبون إلى أن مقتل حنا لحود الموظف في الصليب الأحمر يهدف إلى استهداف العمل الإنساني في المدينة المحاصرة بدفع المنظمات الدولية إلى مغادرتها. وقال مصدر مسؤول ليمن مونيتور إن الهدف من الاغتيال منع منظمات دولية من فتح مكاتب لها في مدينة تعز المحاصرة. ورفض المسؤول في المدينة الذي فضل عدم الكشف عن هويته اتهام أطراف بعينها، لكنه أشار إلى أن تحركات لوقف الفوضى ستبين المستفيد الرئيسي من عمليات مماثلة كتلك التي استهدفت الناشط وخطيب المسجد عمر دوكم مطلع الشهر الجاري. والصليب الأحمر في اليمن هو أول جهة دولية تخترق حصار مدينة تعز عبر القيام بأعمال إنسانية متميزة. ما الذي طلبه الصليب الأحمر الدولي من اليمنيين عقب مقتل أحد موظفيه بتعز؟ يعنون موقع عدن الغد، والذي قال إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر طالبت جميع وسائل الإعلام بالكف عن تناقل صور حادث مقتل عضو بعثة اللجنة الذي قتل في محافظة تعز. وقال بيان للجنة بدورنا نطلب من الجميع الكف عن تناقل صور حادث مقتل حنا لحود وهو لبناني الجنسية يعمل مسؤولا عن برنامج الاحتجاز في اليمن صونا لكرامة الضحية واحتراما لخصوصية عائلته المكلومة. أوضح البيان أن لحود كان في طريقه لزيارة أحد السجون عندما هاجم مسلحون مجهولون سيارة اللجنة الدولية التي كان يستقلها على أطراف مدينة تعز. وحول ذات الموضوع علق موقع المصدر أونلاين فيما يتعلق بالموقف الرسمي لقيادة المحافظة، وعنوان الموقع مكتب محافظ تعز يقول اغتيال موظف الصليب هدفه عدم السماح للمنظمات الدولية العمل بالمدينة. وأصدر مكتب محافظ تعز بيانا توضيحي حول حادثة الاغتيال التي تعرض لها موظفو الصليب الأحمر في المدينة. وقال المكتب أو مكتب المحافظ إن بعثة الصليب الأحمر ترفض أي حراسات مرافقة لتحركاتها لأنها تعمل في الجانب الإنساني، وهي بذلك ترفض المرافقين أو الحراسات. وأضاف البيان إن الحادثة تمت بشكل ممنهج بعد أن كنا نستكمل إجراءات فتح مكاتب أو مكاتب تمثيل لكل المنظمات الدولية، والصليب الأحمر هي أول منظمة استكملت تجهيز مكتبها في مدينة تعز وستمارس نشاطها من داخل المدينة. وأشار البيان إلى أن ما حدث يعد رسالة واضحة وهي عدم السماح للمنظمات الدولية في العمل من داخل المدينة. عن القضية المنسية كتب عبد الخالق عطشان مقاله المنشور في التغيير نت مضيفا في أجزاء منه لا أحد يشعر بالإجرام الذي يمارس على المختطفين في سجون الانقلابيين إلا المختطفون أنفسهم، فإنهم يتجرعونه في كل وقت وحين وبأبشع الأساليب وتنوع بين الأذى النفسي والجسدي، ولا يشعر أيضا بما يشعر به المختطفون إلا أهاليهم. ولو أصغت حكومة الشرعية بقلبها وعقلها إلى شهادات الذين خرجوا من سجون الميليشيا وافترض رموز الشرعية أنهم أو أحد أهاليهم في ذلك العذاب لتحرك ملف المختطفين. الحقيقة التي نتهرب منها ونقفز من فوق أسوارها
هي حينما نتهم المجتمع الدولي والمبعوث الأممي عدم إعطاء قضية المختطفين حيزاً من الاهتمام وإعطاء مساحة تليق بها من الإنسانية للسياسية، فإن الخلل الحقيقي يكمن في الحكومة الشرعية وما فوقها وتحتها من المؤسسات التي جعلت من موضوع المختطفين أمراً ثانوياً، ومن الخطأ حشره في الملفات السياسية وفي أي تفاوضات مع الانقلابيين، الأمر الذي غيب جانبه الإنساني. ما دفع الانقلابيين لاعتبار المختطفين رهائن تم الابتزاز باسمهم ومقايضتهم مع أسراها القتلة؟ يجب أن يظل ملف المختطفين في حقيبة كل مسؤول في الشرعية وفي هاتفه ونصب عينيه، ويجب طرحه بقوة في كل مكان يذهب إليه على المستوى المحلي والدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية، وتقديمه على بقية الملفات، بل وجعله ملفاً إنسانياً صرفاً لا يخضع للمساومة والمماطلة والتأجيل، وجعله ملفاً رئيسياً لأي حل سياسي ولأي تفاوضات يتم التخطيط لاستئنافها. ما الذي تنتظره الحكومة الشرعية والقيادة السياسية حين تقصيرها في قضية المختطفين؟ هل تنتظر حتى تخرج من مختطفات الميليشيا الإمامية أكثر من 5000 جثة هي قوام عدد المختطفين التي عذبتها وصفتها، وبذلك يسدل الستار على ملف المختطفين وكأنه أمر أرق الحكومة وأرهق القيادة السياسية وأحرجها كثيراً فارتفع عنها الحرج بتصفيتهم؟ إلى موقع المشاهد نت والذي يتابع أنباء صرف مرتبات الموظفين المتوقفة منذ ما يزيد عن العامين، وعنوان الموقع: مسؤول في البنك الدولي يوضح ما يقوم به البنك من أجل موضوع رواتب الموظفين في اليمن. قال الموقع إن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعون أو أزعور أكد إن صندوق النقد يعمل مع البنك المركزي والحكومة اليمنية على تصميم إدارة الإطار المالي من أجل توزيع رواتب الموظفين واستيراد السلع والأدوية، مشيرا في تصريحات لموقع نير سيتي بريسز الأمريكي أن صندوق النقد الدولي يساعد الحكومة اليمنية على الحفاظ على البنك المركزي ووزارة المالية، موضحا أن التوقعات التي يملكها غير مؤكدة إذ أنها تعتمد على التطورات الأمنية. ربيع ترامب الخطير تحت هذا العنوان كتب آخر حاكم بريطاني لهونغ كونغ كريس باتين مقاله المعاد نشره في صحيفة الغد. جاء فصل الربيع في النصف الشمالي للكرة الأرضية وبدأت الأزهار تتفتح والشمس تشرق كل يوم، أما عندما يتعلق الأمر بشؤون العالم فإن التوقعات ليست وردية. في الشرق الأوسط هددت إسرائيل بشن هجوم عسكري ضد سوريا وإيران، كما تتحدى المملكة العربية السعودية إيران في محاولة للحد من نفوذ الأخيرة المتنامي في المنطقة، وفي مصر شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي قبضته على السلطة وقام باستخدام الجيش لملاحقة خصومه السياسيين وحصل على فوز انتخابي كاسح. والسؤال المطروح الآن هو: هل سيدرك الجنود العرب يوماً ما أن الدكتاتورية تعزز الأصولية الإسلامية وعدم الاستقرار؟ لكن هذا الاتجاه لا يقتصر على الشرق الأوسط فقط، فقد تمكن الرئيس فلاديمير بوتين مؤخراً من تحقيق فوز انتخابي مضمون، ويرجع ذلك جزئياً إلى استخدامه للأجهزة الأمنية وأصدقائها في المافيا الروسية للقضاء على أي تهديد محتمل لنظامه، لكن الكريملين غير راض عن إلحاق الضرر بنظام الحكم نفسه في روسيا بسبب العصابات الثرية الحاكمة، وسيعمل على تقويض العمليات الديمقراطية في أماكن أخرى وتحت قيادة زعماء مثل هاري ترومان ودوايت إيزنهاور وجورج بوش وجون كينيدي وباراك أوباما، دفعت البلاد النظام الدولي نحو الأفضل. واليوم يعمل دونالد ترامب الجاهل والمتحامل والكاذب على تدمير هذا النظام. عندما تم انتخاب ترامب لأول مرة اعتقد البعض أنه سيكون عند حسن الظن، وكما اعتقد البعض فإنه بغض النظر عن حملاته الانتخابية المغرضة سيقوم الرؤساء والمستشارون الأكثر
أكثر حكمة بدعم الرئيس الأمريكي، وسيتعلم حتما كيف تعمل حكومة الولايات المتحدة، لكن هذا التفاؤل لم يكن في محله. في واحدة من الأخبار القليلة البعيدة عن أجواء المعارك، عنوان موقع يمن الغد. القاهرة: اليمن تحقق المركز الأول للسنة الثانية على التوالي بيوم الشعوب. وقال الموقع إنه في إنجاز غير مسبوق، وبمجهودات ذاتية وتعاون بسيط حقق أبطال جالية اليمن من باحثين وطلاب جامعة عين شمس المركز الأول في مهرجان الشعوب بجامعة عين شمس للسنة الثانية على التوالي في تاريخ المهرجان، الذي منظم بمشاركة أكثر من 20 دولة عربية وأجنبية من أوروبا وأفريقيا وآسيا. ويضيف الموقع: نال شباب وفتيات اليمن المشاركين في الإشادة والإعجاب الكبير من لجان التحكيم ومن كل الحاضرين. وبعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية، بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. حادث اغتيال موظف الصليب الأحمر في تعز حنى لحود غطته صحيفة العرب الجديد من بيروت، وعنونت: اللبناني حنى لحود هزم السرطان وقتل في اليمن. وقالت العرب الجديد: بعد إصابته نقل لحود إلى المستشفى حيث توفي متأثرا بإصابته، فيما لم يصب أي من زملائه الذين كانوا يرافقونه في الحادثة. لحود كان معروفا بين زملائه في مركز الصليب الأحمر اللبناني في بيروت باندفاعه الكبير في المهام الإسعافية، إلى حد أخذ المهام عن زملائه أحيانا. كما يقول اثنان من هؤلاء للعرب الجديد: يشير المسعفان إلى أن لحود تطوع في البداية عام 2001 كمسعف في الصليب الأحمر اللبناني، ثم كسائق قبل أن يصبح رئيس فرقة عام 2007 ليستمر في مهمته حتى عام 2010، وهي الفترة التي شهدت العديد من التفجيرات والاعتداءات في لبنان، كما شهدت الحرب الإسرائيلية الإسرائيلية على لبنان عام 2006. وكان لحود ناشطا خلالها إلى جانب زملائه في مراكز الصليب الأحمر اللبناني، ثم التحق باللجنة الدولية للصليب الأحمر وعمل في العديد من البلدان. ويتابع المسعفان وهما في طريقهما إلى منزل عائلة لحود أن الشاب الثلاثيني تزوج قبل فترة قصيرة، كما أصيب بمرض السرطان وتمكن من التغلب عليه قبل عامين. إلى صحيفة الشرق الأوسط، والتي عنونت في الشأن اليمني: 19 ناقلة نفط محتجزة لدى الحوثيين. وقالت الصحيفة: يحتجز الحوثيون 19 سفينة تحمل نحو 200,000 طن من المشتقات النفطية قبالة ميناء الحديدة، حسب ما أعلن محمد الجابر السفير السعودي لدى اليمن. ووفقا للصحيفة، فقد حذر السفير الجابر من سيناريوهات توظيف الميليشيات الحوثية لحجز السفن الأول، فرض إتاوات تصل إلى $1,000,000 عن كل سفينة يفسح لها المجال لأن ترسو في الميناء، والثاني يتمثل في استمرار تجويع الشعب اليمني واستخدام الوضع الإنساني وسيلة للحرب. أما السيناريو الثالث وهو الأخطر، فهو أن يكون الحوثيون يخططون لاستهداف السفن 19 في مكان واحد لتدميرها، وهو ما سيفجر كارثة بيئية في البحر الأحمر. ألمانيا والقوة الناعمة تحت هذا العنوان، كتب خيري منصور مقاله في الخليج مضيفا: ما أرادت ألمانيا في الفترة النازية إسماعه للعالم هو أصوات الصواريخ والمدافع وأزيز الطائرات، لهذا كانت حصيلة هذا العزف الوحشي كارثية، وانتهت ألمانيا إلى ما انتهت إليه حين شطر سور عاصمتها كالتفاحة إلى نصفين. وما أن انهار السور، وربما قبل انهياره تنبه الألمان إلى عزف آخر من صميم الحضارة والثقافة، واكتشفوا ما للقوة الناعمة من نفوذ.
وما حدث مؤخرا في نيويورك يجسد الرهان على القوات الناعمة. فقد عزفت أوركسترا برلين الموسيقى لاجتذاب الأمريكيين إلى ألمانيا أخرى. ألمانيا هيجل ورينا ريكلة وشينجلر وريمارك وجونتر غراس، وليس ألمانيا الفهرر والرقيب جوبيلز الذي استبدل القلم بالمسدس. وكانت وصيته لسلالة الإعلاميين في النظم التوتالية وفي أزمنة الاستبداد هي الكذب إلى ما لا نهاية. ما عزفته أوركسترا برلين في نيويورك لم يكن بلا مناسبة أو لمجرد استعراض موروث موسيقي باذخ، بل كان من أجل الترويج لحصول ألمانيا على مقعد في مجلس الأمن لمدة عامين. ومن ينافسون ألمانيا على هذا المقعد هما بلجيكا والدولة العبرية. وإذا كان لبلجيكا ما تقول أو تعزفه، فما الذي لدى تل أبيب؟ وهل ستواصل العزف النشاز الذي لم ينقطع في فلسطين على امتداد 7 عقود؟ أما المفارقة فهي أن إحدى الفرق الموسيقية الألمانية اسمها شارون، ولأن الشيء بالشيء يذكر فإن شارون الألماني مايسترو وليس جنرالاً. إن اكتشاف ما للقوة الناعمة من تأثير هو أحد أهم الأسباب لإعطاء الثقافة الأولوية، لأنها دفاع باسل عن المشترك الإنساني وتبشير بالتعايش والسلام. وشتان بين عزف أفزع أطفال العالم وحول مدناً إلى أطلال، وبين عزف ناعم تتناغم معه القلوب وتأتلف الأرواح مهما تباعدت مساقط الرؤوس واختلفت اللغات. فالموسيقى لغة كونية لا تحتاج إلى ترجمة. تنفرد صحيفة التايمز بين الصحف البريطانية بنشر مقال تحليلي على مساحة صفحتين داخليتين فيها بشأن الحرب في سوريا والأوضاع المتأزمة في الشرق الأوسط، تحت عنوان خصومات تدفع بالشرق الأوسط إلى حربه المقبلة. وتعنون الصحيفة: حرب مقبلة بين إيران وإسرائيل ستغير الشرق الأوسط. ويرى المقال الذي كتبه محرر الشؤون الدبلوماسية روجر بويز أن الصراع السري بين إيران وإسرائيل بات الآن مفتوحا وعلنيا، ولا أحد يعرف أين سينتهي، ما يسميه صراع الجبابرة في الشرق الأوسط. ويقول بويز إن الحرب الدائرة في سوريا استمرت ل30 شهرا، أكثر من الحرب العالمية الثانية، وما زالت مستعرة في صراع غير طبيعة الحرب الحديثة وسيعيد تشكيل منطقة الشرق الأوسط بحسب تعبيره. ويضيف في التقرير الذي ترجمته شبكة البي بي سي: هذه الحرب شهدت اختبار نحو 150 من أنظمة الأسلحة الروسية، وقد أعيد استخدام التكتيكات القتالية للقرن 20 من القصف المكثف المعروف باسم سجادة القنابل إلى التسميم بغاز الكلور لاختبار مدة إمكانية استخدامها في حروب اليوم. ويرى الكاتب أن ما نراه انخفاضا في معدل الخسائر البشرية والإصابات ناجم فقط عن أن جماعات المراقبة توقفت عن عد الضحايا بعد أن تجاوز الرقم المقدر للقتلى أكثر من 500,000. في أخبارها المنوعة تعنون صحيفة البيان حول قرار ممثلة معروفة، وعنونت الصحيفة: ممثلة شهيرة ترفض تسلم جائزة ب1,000,000 دولار من إسرائيل. وقال منظمون إن الممثلة الأمريكية من أصل إسرائيلي ناتالي بورتمان رفضت حضور حفل في إسرائيل لتسلم جائزة قيمتها 1,000,000 دولار بسبب الأحداث المؤلمة هناك، وأضافوا أن الحفل ألغي. وواجهت إسرائيل انتقادات دولية في الأسابيع الماضية بسبب الأساليب الدموية التي استخدمتها خلال اشتباكات مع فلسطينيين على الحدود مع قطاع غزة، وقتل 35 فلسطينيا وأصيب المئات منذ بدء الاحتجاجات. وفي بيان على موقعها الإلكتروني قالت المؤسسة المانحة لجائزة جين سيس نقلا عن ممثل لبورتمان أن الأحداث التي وقعت في الفترة الأخيرة في إسرائيل أزعجتها بشدة، ولا تشعر بالراحة للمشاركة في أي مناسبات عامة هناك. وقالت المؤسسة إنها معجبة بحسها الإنساني وتحترم حقها في الاختلاف علنا مع مؤسسات الحكومة الإسرائيلية. وأشارت وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريجيف إلى أن بورتمان تدعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات التي تهدف لعزل إسرائيل اقتصاديا بسبب معاملتها للفلسطينيين، وتعتبر إسرائيل هذه الحركة محاولة لنزع الشرعية عنها. تتنقل عدسات المصورين من منطقة إلى أخرى حول العالم تجمع الفرح والمآسي،
وتنشر صحيفة الجاردين البريطانية وتنشرها صحيفة الجاردين البريطانية نتابعها معا في جولتنا المصورة كالمعتاد. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. إلى اللقاء.